مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك. أهلا بكم إلى أخبار الثقافة، والبداية دائما مع أبرز العناوين. تأجيل مهرجان السينما والهجرة المغربي إلى يونيو المقبل. عودة حفل ميت جالا بعد توقف لمدة عامين بسبب جائحة كورونا. معرض بنيويورك يعرض لوحة فنية نادرة تصنف بأنها الأغلى سعراً في تاريخ المزادات العالمية.